يعني أنا أقول التصعيد الذي تقوم به فصائل المقاومة في العراق تؤثر كثيرا على الحكومة العراقية، خاصة الحكومة العراقية في مرحلة مفاوضات لخروج القوات الأمريكية أو قوات التحالف من العراق، ووصلت إلى يعني تفاهمات كبيرة جدا. وهذا الأمر التصعيد هذا يربك عمل الحكومة، وأعتقد سيجعل الحلفاء والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف في العراق أن تصر على بقاء قواتها في هذه المنطقة في سبيل مصالح معينة، لا أن تفقدها بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها فصائل المقاومة.